أنا خلقت مصابة بإعاقة، إعاقتي اسمها أرتروغريبوز، بمعنى بتكوين المفاصل للولد بالجنين بيخلق ما في مفاصل. فأنا إلي 40 سنة على هيدي الكرسي، وهيك تعرفت على الأركونسيل وطلبت مساعدتهم للكرسي. اليوم كتير مبسوطة لأنه صراحة مش بسهولة بلاقي شاز إلكتريك لوضعي يكون المسكتة على الشمال ومسهلة لإلي، فانبسطت انه لقيت هيدا الشيء لانه خاصه انه بكلفني غالي وانا ما كنت قادره ادفع. بفضل اركونسيل انا صار عندي الشاز الكتريك اللي بتنقل فيها تروح واجي على شغلي، وهلا رح نروح نكزر فيها على الطريق سوا تشوفوا كيف بوصل على شغلي، وهيك بكون عم بوفر تاكسي لإلي. ايدي ما بيطالوا، فدايما بدي اكون منتبهه انه طال بدون اضرب اجري او بشي تاني. اي اي يا من هون لشغلي بتاخد معي تقريبا نص ساعة على الشاز الكتريك، وبكون عم بقدر اعيش حريتي اكثر بما انه كثير بيعني لي موضوع الاستقلالية. فتانكس عن كورسيل لانه قدموا لي اياها.